وللمزيد حول أوضاع النازحين في العراق وتعمد الميليشيات انتهاك حقهم في العودة لديارهم، تنضم إلينا الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عبر الهاتف من لندن. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياك الله دكتورة. يونامي تقول إن قرار الحكومة في بغداد بإغلاق المخيمات وإعادة النازحين اتخذ بمعزل عنا، ما الدافع لهذه الخطوة؟ وهل تم تهيئة عودة النازحين بالفعل إلى مدنهم؟ يعني في الحقيقة يعني لا يوجد هناك أي تهيئة للمناطق التي شهدت عمليات عسكرية وتم تدميرها من قبل الحكومة من أجل أن تتم عودة آمنة للنازحين. كما هو معروف أن هذه المدن لا زالت مدمرة لحد الآن وتعاني من نقص في الأساسيات، مقومات الحياة الأساسية والخدمات الأساسية الضرورية لكي يعود النازحون إلى هذه المناطق. الحكومة تريد فقط إغلاق هذا الملف، وهي لا يهمها إن كان النازحون سوف يستقرون في هذه المناطق أو سوف يعني يستمرون في عمليات النزوح إلى أماكن أخرى، خاصة وأن هناك ضغوط يعني من أجل أن يعود النازحون إلى منازلهم. والحكومة طبعا بالتأكيد استلمت بعض الأموال من أجل إعادة الإعمار، ولكن مع الأسف الشديد هذه الأموال ذهبت إلى جيوب الفاسدين. إذن هنا الحكومة يجب أن تفي بالتزاماتها وأن تعيد النازحين، ولذلك هي لم تقم بعملية الإعمار، وهي فقط تريد أن تغلق هذا الملف من أجل أن تتستر على جريمتها المستمرة ضد النازحين من خلال الإهمال في مخيمات النزوح وأزم الإهمال في المناطق التي لا زالت مدمرة، وتريد هذه الحكومة أن تعيد المواطنين إلى منازلهم. نعم. في جريمة جديدة بعد جريمة الفرحاتية، الميليشيات الموالية لإيران ترتكب مجزرة في ناحية يثرب. في ظل هذه الجرائم المستمرة للميليشيات، هل يمكن قانونا للحكومة إعادة النازحين؟ في الحقيقة يعني المفروض في الحكومة أولا أن تقوم ب يعني تهيئة هذه المناطق أمنيا، وأن تمنع أي هجمات، وأن تفصل سيطرتها الحقيقية وتفرض القانون الذي هو أصلا جاء من أجل حماية أرواح المواطنين. ولكن هذا في الحقيقة لا يوجد في العراق. نحن نعرف أن الحكومة الآن أصبح ليس لها أي دور، الميليشيات هي التي تقوم بهذا الدور منذ فترة طويلة، وهي التي تسيطر على المناطق سواء التي تم تحريرها أو بقي مناطق العراق، وهي يعني تفعل ما تريد في هذه المناطق. لا ننسى أن هذه الميليشيات يعني لا يهمها في الحقيقة وليست لها أي عقيدة وطنية يعني لكي أن تقوم بعملها بعمل وطني وهو أصلا حماية المواطن العراقي. هي فقط تأتمر بأوامر خارجية ولديها أجندات خارجية تريد تنفيذها في هذه المناطق، ولا تهمها أرواح المواطنين، بل على العكس هي الميليشيات هي من تقوم بقتل وذبح المواطنين تحت عين وبعلم الحكومة دون أن تتحرك الحكومة من أجل أن ترزع هذه الميليشيات، وبالتالي أمن المواطن أصلا مفقود. وبالتالي أيضا ما تقوم به الحكومة من إعادة قسرية للنازحين هذا في الحقيقة تهديد لحياة المواطنين وخرق للمواثيق الوطنية أو الدولية. في ظل كل هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات والقوات الحكومية ضد النازحين، لا نجد صدى لدى القضاء أصلا لهذه القضايا ولهذه الجرائم، لماذا برأيكم لا يتخذ القضاء موقفا حاسما ضد جرائم الميليشيات؟ القضاء مع الأسف الشديد في العراق قضاء مسيس، يعني انحرف عن المسار الحقيقي يعني هذه السلطة المسؤولة في العراق. يعني في الحقيقة يعني أي ظلم يقع على المواطنين فهم يلجؤون للقضاء من أجل أن يحلوا هذه المشاكل وأن يحق الحق، ولكن مع الأسف الشديد لأن القضاء في العراق
يتبع إلى الجهات السياسية، يتبع أهواء الأحزاب السياسية، يتبع أهواء الميليشيات، ليست لديهم أي سطوة أو أي سلطة في الحقيقة، بل على العكس من ذلك. يعني دور القضاء الآن أصبح في العراق هو دور للتغطية على ملفات الفاسدين ويعني فلات هؤلاء المجرمين من العقاب. إذن لا يمكن أن نتوقع في العراق هناك تعامل منصف وإعادة لحقوق المواطنين، حتى باعتراف، يعني باعتراف دولي، هذا ليس فقط في يعني مجرد كلام. يعني مؤخرا كانت هناك المناقشات في لجنة حماية المغيبين قصرا، حماية الأشخاص من التغييب القسري. بالحقيقة كان هناك يعني نظرة من هذه اللجنة إلى الحكومة أنها تتعامل بمكيالين وتتستر على الجرائم التي تقوم بها ما تسمى القوات الأمنية الحكومية. نعم. في المقابل هناك جهات أهلية مانحة ودائمة كما هيئة علماء المسلمين تقدم مساعدات للنازحين، ما وقع مثل هذه المساعدات على النازحين وعلى عائلاتهم؟ يعني بالتأكيد يعني مثل هيئة علماء المسلمين وبعض مع الأسف الشديد عدد قليل وبسيط جدا من المنظمات الوطنية التي تقدم هذه المساعدات، يعني النازح في هذه الحالة يعني في حاجة كبيرة إلى ويتلهف في الحقيقة إلى أي مساعدة ولو أن تكون بسيطة. في الحقيقة يعني مثل هذه الأعمال يعني الحقيقة المشرفة هي تعيد في الأقل الأمل للنازحين بأن هناك من يفكر بهم، هناك من يسأل عنهم، هناك من يقدم يد المساعدة عنهم، حتى لو كان هذه الجهة هي ليست جهة حكومية. وبالعكس يعني في الحقيقة هذا سيزيد الغيظ يعني ضد الحكومة، ولماذا هذه الحكومة تقوم مثل هذه الأفعال بينما هناك منظمات إنسانية تقوم بدور حقيقي تجاه هؤلاء النازحين وتقوم بإغاثتهم، خاصة في الظروف التي يعني عبر مدار السنة ظروف هناك قاسية تمر بها من أحوال جوية أو من حاجة المواطنين إلى الكثير من يعني الأساسيات، إضافة إلى الالتزامات لهؤلاء المواطنين نحو أطفالهم ونحو الضعفاء. من يجب أن يقوم بهذا الدور إذا كانت الحكومة ساكتة؟ في الحقيقة هذا يمثل يعني بالنسبة للحكومة ضربة كبيرة لها، ويجب أن تعرف هذه الحكومة أن هناك نازحون، هناك من يسأل عنهم، وهناك من لا يزال يبحث عن مختلف السبل من أجل أن تصل المساعدات لهم من أجل إدامة حياتهم على الأقل. في الحقيقة الشكر كبير لهذه الهيئات ومنها هيئة علماء المسلمين. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.